بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. أعزائي متتبعي الأفاضل عشاق سيدة جميلة، صح فطوركم، رمضان مبارك إن شاء الله وصيام مقبول إن شاء الله، وربي إن شاء الله يرجع علينا بساعة الخير يا ربي. مي فخير مي سور مي دام مي ميسيو مي زونفون كي سو تخوف أور دو لالجيري، بون سواري، رمضان مبارك إن شاء الله، وربي يتقبل إن شاء الله الصيام. ربنا يقبل الصيام من وين يقلان برا الجزائر او نيني خاطر شلاني ولا نفهم ان شاء الله عرب. ربنا يقبل ان شاء الله الصيام من وين، وهذا يعافي الله نغطس عتي حلا نهار وينو، وربك نداوي ديار الغربة ان شاء الله، ربنا يسمغ الجزائر بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي امين. خوتي عندي مدة ما درت حتى نعتذر جو ميكسكوز انفينيمون بزاف، صافي لونطون كو جو ني غيان دوني بوغ ما شان، يافي دي بروبليم، لا شان تاعي كانت مغلوقة، ودوكا حبيت نطرق لبزاف أمور، حبيت ندير فيديوهات هامة جدا، كنت ناوية ندير في رمضان هذا، ندير فيديوهات رمضانية معبرة، كنت ناوية نهضر على التبذير في رمضان. ماذا بيا الانسان ياكل شي اللي يقدر عليه برك، ياكل ماشي يدير بزاف اكلات ومن بعد يبقاو، كنت ناويه ندير على هذا الشيء على الماكولات، وكنت ناويه ثاني ندير فيديوهات اخرى مواعظ امور دينيه، ولكن سمحوا لي الشهر هذا هو فات على خير وعافيه ان شاء الله، ربي يتقبل الصيام تاعنا، العقوبه للشهر الجاي اذا كنا من الاحياء ان شاء الله رمضان الجاي راح نقدم فيه بزاف امور مليحه ومناسبه جدا جدا. واليوم راني حابه نهضر على موضوع قلقني وقلق بزاف امهات، وقلق بزاف بنات اللي هما متزوجات عندهم محاماتهم، وراح نهضر على الحمات اللي ما تعرفش تتعامل مليح مع الكنات نتاعها. الموضوع هذا بزاف راهم بنات في لي كومونتير نتاعهم طلبوا مني، بزاف كنات طلبوا مني باش نهضر على هذا الموضوع لعلني اعالج العلاقه بين الحمات وكنتها. هذا الموضوع هذا راهو بزاف، الحاله هذه راهي بزاف منتشره هنا في الجزائر، في بلادنا الحمات ما قدرتش تعرف تتعامل اون جينيرال عموما، يعني حاشا 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 المقبوله عند ربي، بزاف حموات ما قدروش يحسنوا المعامله مع الكنات نتاعهم. لذلك ماذا بيا الناس اللي شافوني، الناس اللي تفرجوني، الناس اللي تبعوني مليح ماذا بيا ان شاء الله تكون الهضره نتاعي هامه جدا، وتزرع شيئا من المحبه، شيئا من الطمانينه، شيئا من العلاقه الوديه بين الزوجه والحمات نتاعها. والله شفت بزاف حموات داروا بزاف عجايز عندهم ثلاثه اربعه عرايس خمسه زوج عرايس مثلا، وتولي الحمات هذيك يسكنها الشيطان بالك العياذ بالله، ولا ما يهديهاش رب العالمين الى سواء السبيل ما على باليش، وتولي تختار كنا على كنا وحده اخرى، تسيء التصرف مع كنتها وحده وتحسن التصرف مع كنا وحده اخرى. هما عرايسك سيدتي، وكل يا سيدتي الحمات، يا سيدتي العجوزه، كيما انا عجوزه درك كيما راكم تشوفوني، انا عندي عروسه وحده نحييها على كل حال بنتي، تحيه كبيره لبنتي ورده، عروستي نحبها ونموت عليها ونفضلها تماما على بناتي صراحه، ماشي قاعد راني في القناه ولا بدافع انه علاش عروستي هذه الكنه نتاعي علاش نحبها بزاف، لانها اولا وقبل كل شيء الكنه راهي خلات اهلها، خلات دفء العائله، خلات بوها، خلات امها، خلات خوتها، خلات دفء العائله تاعها، وفجاه تغيرت امور حياتها، تدخل مجتمع جديد العروسه، تدخل مجتمع جديد وتفهمش امور العائله كيف تسير، كيف تقدر توالف العروسه في دار الزوج تاعها
وكيفاه تكسب حب هذوك الغاشي اللي راهي في وسطهم؟ اولا وقبل كل شيء اللوم الكبير على العجوز. الحمات نتاعها تبدا تعطيها عاطفه الامومه، تبدا تعطيها عاطفه الامومه، تحطها باللي راهي وحده من بناتها، تحاول تتقرب ليها والكينه تبدا تحبها. كيما انايا كي نحطوا المائده نتاع رمضان باش تجي تفطر عندي، تحيه كبيره انا لعروستي، تحيه كبيره لكنتي، جاتني من القل 400 كيلو باش تجي لعندي باش تصوم عندي، تحيه كبيره ليها مسكينه. الا دوموندي ان كونجي سون سولد، طلبت العطله بدون اجر باش تجي تصوم في دفء العائله تاع العجوزه تاعها، تحيه كبيره ليها. لما نفطروا على مائده رمضان، مائده الفطور هذاك، نختار اللقمه الطيبه الافضل، نختار اللقمه الافضل ونعطيها للكينه تاعي لان امها بعيده عليها. ماذا بيا تاكل اللقمه المفضله من بعد ياكلوا بناتي انايا، باش نخليها تحس باللي انا مثلت دور الام عندها، عطيت لها دور عاطفه الامومه. كي نفضلها هكا كلي بنتي ما كليتيش، والله غير تزيدي هذه، نطيب لها خاطرها وتحبني بالسيف عليها، بالسيف عليها تحبني. مالقي معلومه حبيت نقولها لكم، انا الكنه تاعي ما تقولي لا خالتي لا حماتي لا عجوزتي، انا الكنه تاعي على كل حال هي بنتي تقولي جو، انا معروفه باسم جو. ضحكوا شويه الاشياء هذه، السيده جميله ولات تجو عند حمادها عند الكنه تاعها هذه هي، وانايا حطيتها وحده من بناتي الحمد لله. اذا سيداتي، مع كل احتراماتي سيداتي الحموات، كونوا طيبات مع عرايسكم مع كناتكم. وسيداتي العجوزه، كاينين عجايز يكونوا عندهم شهريه الله يبارك يسلكوا، ما خصهم شي، الجيب معمر الحمد لله. وتروح هذيك الحمات وتصرف على كنه وحده اخرى لهي ولا زوج، وتكون كنه وحده محتاجه المصروف طول، محتاجه باش تصرف عليها، بالك زوجها ما يخدمش ولا الخدمه تاعو بسيطه قليله، ويكونوا عندها الاولاد والحمات تكرهها. لماذا تكرهها؟ لماذا تكرهها؟ اون جينيرال نقولها، اون جينيرال يعني عموما الشيء اللي رانا نلاحظه، ما كانش حمات تشتي الكن، تحب الكنة تاعها ولا كنة تشتي الحمات تاعها، صغار وين تلقاو كيما هكا. ولكن الزوجة الحمات لما ولدك باغي هذيك المرأة جابها، بغاها ولدك، مقتنع بها، سعيد في حياته. سيدتي لاش ما بغيتيش هذيك العروسة الكنة هذيك، لاش ما بغيتيهاش، احسني معاها التعامل عشان خاطر ولدك، على جال ولدك تحملي الكينة، واذا شفتيها خاصها شيء اصرفي عليها، سي با لابين تصرفي على هذه وتخلي الاخرى. بالك كاينين حموات كاين لهم ويصرفوا على الكينات اللي عندهم، زواجهم يخدموا بشهريات عند الحكومه لاباس بيهم، يزيدوا يصرفوا عليهم، والكينة اللي ما بغاتهاش الحمات تخليها بين قوسين، تضعها بين قوسين، ما تصرف عليها، ما تحبها، ما تحن عليها. لكن هناك شيء ما سيدتي الحمات، لعلها هذيك الكنة اللي ما بغيتيش هي اللي راح تقدم لك الاحترام والتقدير الوافي والكافي. ممكن جدا هذيك الكنة اللي انت ما كيش راضية عليها ولا ما بغيتيهاش اصلا، ولا بالك هي اللي فيها الخير. انتبهي سيدتي الحمات، اختي العجوز، انتبهي قبل فوات الاوان، انتبهي انتبهي لهذا الامر هذا سيدتي، لانه ممكن تركزي على 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 زواج ولادك الاخرين، تركزي عليهم مليح مليح وتحبيهم مليح مليح وتصرفي عليهم مليح مليح، توفري لهم كلش، هما اوفو من الاعماق ما يحبوكش وانت ما على بالك سيدتي. وتجي وحده من العرايس تاعك انت تعتبريها ما تصلحش خلاص، ولا ما قلبك ما هوش باغيها، ولا احيانا لو كان لقيتي تقولي لولدك تلقها
نتهنى منها، ولكن عسى أن يكون فيها خير كبير. ممكن هذيك الكنة وهي مسكينة، الكنة شفت بزاف كنات كيما هذا الشيء يتلاحوا برك على العجوز، تقول لك مهما كان هي ماما تاع الزوج تاعي وهي جدة ولادي لازم نحبها، لاش ما تحبنيش؟ وماشي لازم نحبها، نحترمها، نحترمها إكراما لولادي، باش كي يكبروا لي ولادي، يكبروا ولادي يدير لي فيهم ربي القسم، حتى انا ولادي يكونوا ترضى عليهم، ماذا بيا ترضى عليا نحتك بها، لاش ما بغاتنيش نتلاح عليها. وانا ننصح البنات نتاع الجيل هذا، ننصحهم ماكسيموم قدر المستطاع، ننصح لبناتي، يا بناتي اتقدم اليكن كأم وكحمات لدي كنا، انا عندي كنا وحده، لو كان عندي زوج ولا ثلاثه نوفق ما بيناتهم، ما نقدرش نفضل وحده على وحده، باسكو ما على باليش شكون هي الاخره اللي راح تشربني ولا توكلني ولا تغسل لي ولا تطيح بيا تقوم بيا، ما على بالناش يا خوتي. اذا يا بناتي خذوا نصيحه من خالتي جميله، نصيحه في هذا الشهر المبارك، احسن الى حماتكن. اي وحده ماشي مليحه عندك لحماتي تاعك ولا ما تصرفش عليك ولا ما تعطيك الصوارد ولا ما بغاتكش، على جال الزوج تاعك اللي انت راضيه به وهو راضي بيك، وعلى جال ولادك باش يصلحوا لك، تقدمي، تقدمي شيئا فشيئا نحو كنتك، قربي على الحمات تاعك، لاش ما بغاتكش بنيتي. البنات اللي راني نتوجه ليك مكل اللي تشوف هذا الشيء هذا، ما تربيوش الكراهيه بينكم وبين حماتكم، على جال ازواجكم وولادكم. والحمات كل ما تتقربي ليها يا بنيتي الكنه، كل ما تقربي على حماتك كلش ما بغاتكش، يوما بعد يوم وانت تتقربي، كش ما يخصك يا خاله، كش ما ندير لك يا خاله، نطيب لك يا خاله، نغسل لك يا خاله، ندير لك قهيوه خاله، نحني لك يا خاله، كل ما تتقربي يا بنتي لاحظي ماذا سيحدث بعد ذلك التقرب. تقربوا يا بناتي من حماتكم، والحماوات اللي راهم يفضلوا ولادهم، الولد هذا على الاخر ولا العروسه هذه على الاخرى، لا يا سيداتي الكريمات لا، ان كنا مخطئات. حبيت نقول لكم حاجه يا اخواتي العجائز كيما انا، حبيت نقول لكم حاجه، الدنيا راهي قصيره بزاف، قصر قصر الدنيا ثايا يا ثي مغارينا، وانتيني غيا ثي مغارينا، يسمى ثي مغارين دوني ثا تمزي لا تقنسش في الروز، وتهنم ها يستي الخيار هنا استي الدروس ها سليذن ما يتحب ذي سليذين عليها بالك، ها قلان شمو تخسدش، ها قلان تذين، ها قلان هم تجير ماني نقول هذا قمي انت ذا ميجير ماني بالك تطيح بيك انت ذا شمير فذن اتحتاج ذا سنغ ذا تشا. سيدتي ماذا بيا يمغارينا السغدن مليح غري، خاطر الدنيا تهمزي قصر، الحياة راهي قصيرة يا أخواتي العجائز، أخواتي الحماوات، الدنيا راهي قصيرة، وما نجيبو خبر نلقاو رواحنا في العالم الآخر. الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذا مشوار تربح تمير الدنيا، وأنا في من غربي، دقيقة لو موندي تو بوتي، أجوردوي جو بارل أون سو كي كونسيرن لا مير إي سا بيل في. J'arrive pas bien de vous expliquer en français à suivre, Inch'Allah. Je vais faire une autre vidéo en ce qui concerne ce sujet-là. Je vais essayer de vous faire comprendre ce que je dis en français. Mais là, dunya hadi qsira ya khouti l'ajouza. Ma tjibi khbar tlqa rouhk 'ind Rabbi subhanahu. وإذا ما حسنتيش عند عرايسك، فضلتي هذه على هذه، ولا فضلتي ولدك على 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 الآخر. حينما تقوم الساعة، أداد نكر غربي، حينما تقوم الساعة باش ينوضوا الأرواح كامل من القبور، واش تدير العجوزة اللي ولا الشيخ؟ أنا اليوم يعني جو مادغيس، أنا تقدمت للعجائز بصفة خاصة، اللي فضلوا هذه على هذه ولا الولد على الآخر، راح ينوض الميت، ينوض عند ربي هو مايل هكا، أسي ميل رب العالمين، هاخز ديستايا. لا كوت هذه راح يجي لها رب العالمين تعوج بقدره رب العالمين سبحانه، لا كوت هذه تعوج خلاص،
أخذ سينف أدنكر غربين ميلما خطر ما درناش العدل في الدنيا. إذا ما درناش العدل بين ولادنا بين عرايسنا كي الموضوع عند ربي نجيو مايلين هكا نجيو في صفة العياذ بالله ما تصلحش. وسنحاسب وأن أغني حاسب ربي يسمح لنا ماذا بينا يتلعد الجرس 30 ون تروان ون إن شاء الله. سيداتي الحموات ديروا العدل وللحديث بقية إن شاء الله بلك نعود نكملوا في هذا الموضوع. بغيت نقول لكم صحة صحوركم صحة فطوركم، ربي يتقبل الصيام والصلاة والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.